رمز شخصية، شوف شخصية مركبة جدا ومليئة بالتناقضات، خيوطها متشابكة. السؤال، فكيت رموز وشفرة الشخصية ازاي عشان تعملها بهذا الإتقان وهذه البراعة؟ خناقة ابتدت بأفكار رافضها كتير جدا من أفكار رمزي، والماتيريال كتير اللي انا اتفرجت عليه، مع انه يعني كل الماتيريال اللي انا اتفرجت عليه ما كانش كتير، كان قليل، حتى اللي اتكتب عنهم ما كانش كتير خالص. انت قلت لي اربع شخصيات: شكري مصطفى، ابو بكر البغدادي، اسامه بن لادن، البنا. انت بقى فكيت الشفره ازاي عشان تقدر تعمل، وفي الاخر انت رسمت شخصيه خمسه. مظبوط. يعني في الاخر رمزي ده شخصيه خمسه. مظبوط. ممكن يكون فيها قواسم افكار، لكن رمزي شخصيه خمسه ولا واحد منهم؟ لا لا لا، شخصيه خمسه. يعني رمزي، يعني في ناس شافت ان رمزي اقرب جدا ان يكون اسامه بن لادن، وفي المرحله الاخيره لان هو شكلا مظبوط، لما نشوف الصوره دي ولبسا هو اسامه بن لادن. مظبوط. مثلا الصوره اللي بعد كده، المرحله اللي بعد كده، انت هتشوف بغدادي بالاسود باللبس الاسود. مظبوط مظبوط. واللي قبل كده هتشوف شكري مصطفى في الدقن الخفيفه، وبعدين هتشوف البنا في الدقن الاتقل شويه في بعض في لبسه. يعني البدله دي كانت بتاعت شكري مصطفى بيلبس كده، والبنا كان بيلبس كده. البدله لما لبس بدله في الشتاء لبسها بالبلوفر ده السبعه، قربنا من كل الحاجات الحقيقه. وليلى ماجد الستايلست عملت مجهود غير عادي في الحكايه دي. بينهم عامل مشترك، لان النبع واحد والهدف واحد، بيختلف شويه تسلسل الجماعات دي من ساعة لما ظهرت الإخوان، وبعدين بقى التكفير والهجرة، وبعدين بقى مش من حقك تكفر ولا تهاجر، من حقك تهاجر. هو كان المسلسل بيفكرني باختراق، أنا كنت عامل أرشفة لتاريخ الجماعات الإسلامية في مصر من فترة طويلة جدا الحقيقة، فواضح أن كنتوا عاملين توثيق. يعني واضح أن عبد الرحيم كمال كان عامل توثيق دوكيومنتيشن للموضوع الحقيقة، خصوصا لما اتكلمتوا عن الفنية العسكرية ومقتل الشيخ الذهبي وغيره. طبعا, طبعا. خبر ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ الشيخ الذهبي اتقتل. الشيخ الذهبي اتقتل؟ استغربت قوي من الجملة، شيخ واتقتل؟ طب مين يقتل شيخ؟ عرفت بعدها ان اللي قتلوا ناس تانية، وان الناس التانية دي متدينين. زادت اللخبطة اكتر، متدينين وبيقتلوا شيخ؟ طب ازاي؟ بس في الاخر وفي الاول وفي الاخر، يعني بعد التكفير والهجرة هتلاقي التوقف والاستبيان، وبعدين الاستبيان لازم تبقى انت شخص واصل قوي، فلازم توصل تبقى الناجون من النار، جماعة الناجون، يعني حد نجا، ويعني عارف التسلسل ده، لغاية لما وصلنا لداعش. النبع واحد والافكار واحدة والهدف واحد، والشخصيات دي كلها انا اتخضيت، يعني انا اتخضيت منهم، لانهم الناس دي ثبات انفعالي غير عادي، هدوء غير عادي، حدة وإيمان باللي هم بيعملوه، حتى في الخيانة لأنه ده هدف بيوصلني لهدف، حتى في القتل لأنه ده يحق عليه الحكم ده، ولكن بهدوء شديد جدا وبقوة وثبات انفعالي غير عادي. فقلت لعبد الرحيم وقلت الأستاذ حسام، أنا شايف أنه يتلعب من هنا. فقالوا لي موضوع خطر، الناس برضو عندها انطباع إن الناس دي بتبقى يعني، فقلت له لا خالص، تعالى بص، تعالى نتفرج، الناس دي ما فيش، بل بالعكس مبتسمين وهادئين جدا ومؤمنين جدا، يعني بالخطأ الكامل يعني. فقلت ده شخصية رمزي، الأربعة دول كده مجموعين على بعض بالهدوء بالقسوة الشديدة جدا دي، بأحيانا رومانسية مفرطة أحيانا، بيحب هو فعلا، يعني دي جزء ضعيف عنده، ولكن باقي الحاجات كلها نبعة من إيمانه الشديد. طب إيمانه الشديد ده جه منين؟ من الزراعة اللي حصلت وهو طفل، وده ملف خطير جدا توقفنا عنده. الحقيقة عبد الرحيم عمله بسرعة، ما وقفش عنده كتير قوي، ما حصلش إسهاب فيه، ولكن بشكل خطر. وأنا عندي تجربة شخصية الحقيقة، أنا ولادي بسبب المدارس الأجنبية كنت جايب لهم مدرس عربي في البيت للتقوية والقرآن وحاجات كده. فبعد سنتين لقيت
ابني وبنتي بيقولوا لي شوية أفكار غريبة عننا مش موجودة لا في بيتي ولا في بيت أهلي ولا في بيت حماية وحماتي. إحنا ناس وسطية جدا يعني في كل شيء يعني. فلقيت فيه أفكار كده بدأت تتزرع. فطب تعالى بقى مين اللي بيقول الكلام ده؟ المدرس في المدرسة ولا؟ طلع لا، المدرس اللي بيجي لنا البيت. فقررت إن أنا لازم أمشي الراجل ده. قلت له لو سمحت شكرا، إحنا مش عايزين منك أي حاجة، ما تجيش تاني. وقلت لهم تعالوا بقى، قال لكم ايه؟ وبدأنا نناقش في حاجات كتيرة جدا، وبلغت المدرسة بالأفكار دي. الحقيقة عبد الرحيم وقف عندها من غير ما احكي له، هي لمست بس حاجة حصلت عندي. فده كان جرس إنذار وجرس مهم جدا، إن المدرسة أو زاوية أو جامع ممكن يقول أفكار لما تتكرر مش بس في عقل الأطفال، وفي عقلي وعقلك. أنا اكتشفت إن أنا في أفكار عندي من كترة ما سمعتها فاكر إنها صحيحة. أنا وقفت هنا عند تصريح أنت قلته، وتصريح غريب جدا على فكرة يا طارق. أنت قلت إنك كنت لازم تصدق أفكار الشيخ رمزي اللي بترفضها علشان تقدر تجسد شخصيته بشكل صحيح. مظبوط. أنا قلت لك إن ابتدت خناقة بيني وبين أفكار رمزي، بس أنا لازم أصدقها. اتفقت مع رمزي في إيه واختلفت معاه في إيه؟ في الشاعرية جدا، واختلفت معاه في كل أفكاره اللي بعد كده. بس فهمت الناس دي بتفكر كويس قوي ازاي. يعني احنا اكتشفنا فعلا واحنا في حاله البحث والاستاذ عبد الرحيم ان حتى الرايه كان ليها ديزاين، كان في ديزاينر. حتى اللبس كان ليه حد عمل ديزاين لللبس. طريقتهم حتى في تقديم الخليفه كان اخراج، يعني اخراج زي عندنا كده في السينما. فاكتشفت مع عبد الرحيم ان الناس دي مش بتتصرف بشكل عشوائي ولا بشكل وليد اللحظه. ده تخطيط مسبق وتنفيذ في على مراحل، لانهم مش هم بس اللي بيفكروا، ده في ناس كتيره بتفكر لهم، وهم الادوات والواجهه بيخلصوا احيانا ويتجدد حد تاني. فمن هنا كان الاختلافات بيني وبين رمزي، واعجابي احيانا بالناس دي بتفكر ازاي. يا ريت الواحد حتى يفكر في حياته بالشكل ده، يبقى منظم بالشكل ده. فاعجابي بتنظيمهم دي حقيقه، بس كشفوا كمان علشان الناس دي مش بتفكر لوجه الله. الناس دي عندها اجنده، والاجنده دي سواء كانوا بيتفقوا فيها مع اخرين لتحقيقها، ولكن الاجنده دي في الاخر هم عايزين يحققوها. ادائك شويه انطباعي، خصوصا ان اسامه بن لادن كان ليه احاديث وتصريحات كان اقرب تون صوتك، وانا هنا لسه هنتكلم على البادي لانجويج وعلى الاداء الصوتي، وانت استاذ الحقيقه، استاذ بجد يعني قدير، لكن التون كان شويه ميال الى تجسيد شخصيه او صوت اسامه بن لادن او طريقه القاء اسامه بن لادن اكثر من ابو بكر البغدادي مثلا، اللي هم اللي الناس شافتهم وطلعوا على الميديا. شكلك ما اعرفش مين صاحب الشكل ده، مين صاحب اللوك اللي هو ده كتير، ده ناس كتير. الماكير العظيم الرائع الاستاذ محمد عبد الحميد، الستايلي طبعا طبعا، ليلى ماجد، الحقيقه حسام، وانا. فناس كتيره جدا عملت الشكل ده. قعدت تربي دهنك قد ايه تقريبا عشان تقدر تطلع بالشكل ده؟ سنه وشهرين بس. 14 شهر 14 شهر بس. في رتوش طبعا حصلت، لان احنا كان عندنا اكتر من مرحله. دي المرحله تقريبا الثابته، كان دقني اقصر من كده حاجه بسيطه قوي. في مرحله طولت اكتر، وكان في مرحله اقصر كنا بنتحايل عليها احيانا. هتلاقي في مشاهد الشال واصل لغايه هنا صحيح، علشان ما يبانش. والمرحله الطويله دي الاستاذ محمد زود لنا الرتوش الطويله دي قوي. بس اظن الدقن دي عطلتك او منعتك من اداء اي مسلسل تاني ممكن يكون جالك في الفتره دي على الاطلاق. يعني مفيش حاجه خالص. راكور صعب تغيره. طبعا طبعا. لو كنت بقعد ساعتين قبل كل اوردر وساعه بعد كل اوردر علشان احط الدقن واظبطها وبعدين اشيلها، فكان موضوع صعب، بس انا كنت مستمتع الحقيقه. يعني الجزء الرومانسي في شخصيه رمزي، حبه لبنت خاله حنان مطاوع، والحقيقه حنان كانت بديعه في الاداء جدا، والعلاقه دي كانت علاقه الحقيقه يعني تحس بالتناقض في الشخصيه. منين انت كنت لسه بتقتل أم ابنك وبترميها من على الجبل؟ موضوع صعب. أنا تعبت لك. موضوع صعب لأن أنت بتبني في الأصل على الشخصية الأساسية. ده شخص متطرف جدا وصل إلى درجة أنه بقى إرهابي. فأنت بتبني تون صوت على الشكل ده، نظرة، ابتسامة، ضحكة، حركة وش ماشية، كل ده بتبنيه على الشخص ده.
طيب انت بنيته خلاص اهو، ما ينفعش تحوله فجأة انه يبقى شخص رومانسي، لازم تستخدم كل الحاجات اللي انت بنيتها دي انه يبقى شخص رومانسي. هنا كانت النقلات الصعبة، ازاي الصوت بتاعه ده اللي فيه قرار شديد جدا وعنف، والصوت ده كان ما بقدرش اكمل بيه مشهد، لازم اقف اشرب حاجة سخنة لانه كان بيستهلك كمية هواء شديدة جدا. وكان تكلم ازاي كنت؟ لا صوتي تعبان بس كان من هنا خالص من قرار جدا، قرار جدا، فده بيعمل حالة اهتزاز شديدة جدا في الأحبال الصوتية، فما كنتش أقدر أكمل مشهد. طيب تاخد بقى التون الصوت ده اللي هو فيه سنة خوف ورعب، يعني انت بتستخدمه للخوف وللرعب، ازاي تحوله انه فجأة بنفس التون ده بالنظرة دي بطريقة إلقائه لحد بيحب؟ فكان موضوع يعني مش يعني ما كنتش عارف اجيبه منين. فقلت طيب تعالى حب بجد، صدقه قوي قوي، فده هيحب من هنا ازاي؟ فصوته تحول ونظرته تحولت ويعني تحول طبعا، فبنفس نفس الادوات والتولز دي. هو موضوع ممتع، التمثيل ده موضوع ممتع وفي تحدي رائع وفي علاج نفسي وفي حاجات كتير قوي. فكل لما بتحب الحاجه اللي انت بتعملها قوي بجد ومش كلام مرسل خالص، كل ما بتحبها كل ما هي بتسعدك، بتديك على قد ما تقدر. البدايه كانت واضحه قوي، وانا بعتبر ماستر سين المسلسل اللقاء اللي دمر اربعه طبعا. رمزي المتعصب، خالد الصاوي الضابط المحترف الانسان، احمد فتحي عبد الوهاب الاعلامي الانتهازي نوعا ما، ما كانش لسه ظهر انتهازيته قوي لان لسه القعده كانت انترودكشن، مقدمه لطيفه. احمد رزق المخرج الموهوب اللي رايح يقدم بره فيلم، وقعدتوا مع بعض. شايف المشهد ده دوره قد ايه كان محرك؟ وهل ده هو المشهد اللي هو بيسموه التعريفي بالشخصيات وافكارها، خصوصا ان كل واحد عمل فلاش باك بيحكي عن الباست وعن الماضي بتاعه ونشأته وتصوره، وجمع الاربعه وهم اطفال وجمعهم لما كبروا؟ طبعا، وده اساس المسلسل. فكره المسلسل لما قالها لي الاستاذ عبد الرحيم في التليفون، قال لي احنا عايزين نشوف عماره واحده، يعني بيئه واحده، يعني مدرسه واحده، يعني اهل متقاربين جدا في الفكر وقرايب كمان، يعني اكيد حد فيهم مش متطرف ودبان، يعني ازاي عماره واحده يطلع منها شخص انتهازي، شخص فنان، شخص بتاع قانون، وشخص متطرف. فده الملف، الملف اللي كان عاجبني فعلا، ازاي ممكن من بيئه واحده يطلع كل الاشكال دي وبشكل متطرف، يعني ما طلعش اعلامي طبيعي، طلع اعلامي انتهازي، ما طلعش فنان طبيعي، طلع فنان حساس مهتم بقضايا وطن، مش بس كده يعني، طلع رجل قانون ما عندوش غير القانون بس جواهم كلهم. والحقيقه ده يعني يحسب الاستاذ عبد الرحيم انه ما طلعهمش من وجهه نظر واحده، طلعهم بني ادمين فيهم حته من البني ادم لانه في الاصل بني ادم، لكن حصل له ايه في مرحله حياته ده اللي حوله، خلاه شخص بتركيبته الشخصيه طبعا والظروف المحيطه وطموحه وصل لده. في المشهد ده احنا قعدنا 3 ايام، احنا الاربعه قاعدين مع بعض في لوكيشن واحد. 3 ايام بتصوروا؟ 3 ايام بنصور لان هو حلقه. صعب عليا جدا حسام علي لانه ما عندوش زوايا، مفيش حركه، الحركه الوحيده اللي حصلت في المشهد ده كله ان خالد الصاوي قام خد موزه وقعد واحتاس بعد كده مش عارف يرمي الموزه فين يعني، فاهم؟ بس دي الحركه، الباقي كله عباره عن حوار. فثلاث ايام انت مقعد الناس في نفس المكان، ما غيرناش اماكن، زوايا تقريبا متشابهة أو واحدة تختلف حاجة بسيطة جدا، ومعتمد على أداء ممثل، وإحنا كلنا كنا خايفين، أنت في حاجات كتيرة عوامل بتساعدك، لكن إنك تخش قاعد ما بتعملش أي حاجة، كل الحكاية عبارة عن عينك، صوتك، حركة إيدك، الموضوع صعب. فكلنا كنا خايفين من المشهد ده، وكلنا كنا محضرين له كويس جدا جدا، ولما خلص وشفناه يعني ده اكتر حاجه
كنا مهتمين ان احنا نشوف. انتوا صورتوا اصلا يعني، يمكن المشاهد ممكن يعني يعرف لاول مره ان احيانا ممكن مشاهد زي دي تتصور والفنانين مش قاعدين مع بعض، خصوصا في الميديا في الميديامات يعني. السؤال، انتوا صورتوه كله بكل احجامه وانتوا مع بعض؟ اه صح. وكان لما بكلم خالد، خالد صح. كان بيتواجد لما حد بيكلمني انا بتواجد، لان هو ده الصح. لان الممثل ما ينفعش يمثل لا للكاميرا ولا لحد تاني مختلف. صح، احساس الموضوع بالظبط كده طبعا. والممثل بيديني يعني، خالد كان بيديني وهو مش موجود، وانا كنت بدي لخالد او لفتحي وهو مش موجود. لان ما هي لازم في الاخر هارموني، لازم الحكايه تركب على بعضها، فلازم هات وخد. وميزه المشهد ده انه كان فعلا جيم حلو، كلنا كنا بنتفرج على بعض واحنا كل واحد مباراه حواريه بيلعب. اه الحقيقه آه. والحقيقه انت كنت خصوصا لما اصل خلي بالك، هو الموضوع تحول في الاخر، بقيت انت مصدر، دايما في حاجه اسمها مصدر الاهتمام. مظبوط مظبوط. او في الدراما بنسميها الجولدن سيكشن، لما نيجي نحط صوره القطاع الذهبي من الكادر يعني. انت اتحطيت في الجولدن سيكشن في الكادر، انت بقى اصبحت خالد بيحاورك، احمد بيحاورك بطيبته، خالد بيحاورك بفكره، فتحي بيماين يعني طبعًا. هو وصل الخيوط ببعض، وصل بس بيدير حوار وبيتفرج على الحوار ويعني ويهدى يا جماعه. فتصورك انت كنت انت في يعني انت اللي في الصدام. طبعا صدام معاهم كلهم، انا صدام معاهم. والغريب انك كنت عندك بوكر فيس يا طارق وثبات انفعالي، ثبات رمزي مش ثبات طارق. لا ثبات رمزي. طارق بيتوتر بشكل غير عادي صح. يعني انا ممكن اتوتر بسهوله شديده جدا، وبقلق من الناس والتجمعات. ولازم لما اجي امثل ما يبقاش في ناس كتيره ورا الكاميرا، يبقوا في جنب من الحاجات يعني، بتشتت بسهوله. لكن رمزي لا، رمزي حتى في التفجير الكبير اللي حصل لما واقف يقول لهم اثبتوا، رمزي ما اهتزش، لان هو مؤمن فعلا باللي هو بيعمله. كلهم جريوا، حتى المساعد بتاعه اختفى، ما كانش موجود، هو فجأة هو اللي واقف اثبتوا هضحي عشانكم. فهو ثبات رمزي مش ثبات طارق خالص.